أرون. لكن الذي لم يعترف به العدو اليوم هو فقده لأحد جنوده في هذه العملية، فكيف له أن يخفي اختفاء الجندي شاول أرون؟ إن هذا الجندي هو أسير لدى كتائب القسام في هذه العملية. أنا فنّا لك كدي تطيع لممشلة إسرائيل עסקה שבה הבן שלי יחזור אליי. אתה ביבי שלחת אותו, אתה ביבי תחזיר אותו, תחזיר אותו עכשיו. لأن صفقة لن تمر دون أن يتصدرها القادة الكبار والأسرى الأبطال الذين تحنت أياديهم بدماء المحتلين المغتصبين.